بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله، وحفظنا وحفظكم الرحمن من كل داء وباء. اليوم تكلموا على كارت فيتال وكيفاش ندير كارت فيتال وأنا حراق. تكلموا ونجاوب على بعض الأسئلة اللي بعض الناس عندهم فيها بعض إشكاليات. غادي نجاوبوا ونحاولوا بعض الإخوة اللي جاو عطوني أسئلة بزاف على المسائل، نعطيهم توضيحات. يا إخوان، خصنا نعرفوا بلي كارت فيتال كاين بزاف الناس اللي دافعينها وبلا وراق، وراهم ياخذوا كارت فيتال نورمال. ما تخافوش حتى بحاجة، هنا في فرنسا ما كاين شي قانون يعاقبك، يعني الى زورت الوراق كما احنا في الدول العربيه ديال التزوير ومحاولات انقلاب و هنايا هما قانون في فرنسا، قانون احنا نتكلموا على قانون ذات تسويه تاع 3 سنين اللي داروا الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند. خاص يكون 3 سنوات و4 شيف جي بي، هما كيشجعوا التزوير. كيقول لك جبنا 4 شيف فيج دو باي، يعني وحزور ما معنى جبنا 4 فيج دو باي وانت ما عندكش الدروات تخدم في فرنسا، انت ما عندكش الدروات تخدم في فرنسا وما يقول لك جبنا 4 شيف فيج دو باي، ما معنى ذلك؟ ما معنى دبر راسك ودبر محاينك وشوف ولعب لعبك، واحد يلعب لعبه هنايا وما تخافوش. الخوف من الله سبحانه وتعالى. لاكارت نتاع اسبانيا، جنسية تاع اسبانيا وتاع ايطاليا وتاع بلجيكا بيخدموا بها الناس، راهم حتى يسوقوا الكاميونات امبوشي في لانتيريم، راهم يخدموا بها خدمات اللي ما تصورش، خدمات دافع جبهة ودافع راسو صحيح، وما يتكلم وما يعطوش اسرار تاعو حتى شي واحد اللي عنده المدرحة ولا عنده المزورة. عندي وراق تاع فرنسا، عندي جنسية ايطالية ودافع معلي راسو الفوق وخدام ونقي ولابس مزيان. نعرف الناس والله العظيم كانوا في شركة نتاع فلافيبغ، نعرفهم كنخدم معاهم انايا، كنعطيهم السلع في مكازان، هما بجوج حراقه ويسوقوا الطوموبيل ودين سوسيتي مع واحدين، دين اسوسي مع واحد في سوسيتي وخدامين. المهم ما نطولش عليكم اخواني. واحد السؤال من لوليتا لولي، السلام عليكم خويا الله يحفظك، بغيت نسولك كيفاش يمكن ندير كارت فيتال، انا عندي ليمو غاتسالي في شهر واحد شهر 9/1/2022، وانا عندي غير باسبور وليفري فامي ومع لاكارت، ما عرفتش شنو ندير، الله يوفقك. جاوبني انت يا ديجا، عندك دابا عندك ليفري فامي، عندك مسائل، ممكن ما عندكش كارت سيجور، تقدر تدفعي بواحد لاكارت نتاع ايطاليا ولا تاع اسبانيا ولا تاع بلجيكا، ومن الاحسن ديري لاكارت بلي عاد فيها لاطات جديده، عندها غير 3 شهور هاد لاكارت، يعني بحال نقولوا عاد كي خديتي الاوراق في هاد الدولات الاوروبيه، يعني من تموت هذيك لامو ايد ميديكال اي ام او، تخلي واحد الشهر ولا 20 يوم وتدفعي. ولا دبرتي شي لاكارت اللي على بالنا على بالكم فيها غير بحال نقولوا هاد لاكارت بحال نقولوا خرجت في شهر 6/2022، يعني بحال الانسان عاد كيحصل على الجنسيه والاوراق في ايطاليا وباغي يدفع فرنسا وتنقل فرنسا، وبزاف الناس اللي كيعطوهم، وانسان ما يخافش حتى من حاجه ويتكل على الله. الا قعدت دفعتي الدوسي وقعدت شهور ما جاوبك، عاود صيفط دوسي اخر، ما ديرش ريكلاماسيون تاع التليفون تصدعهم، دوسي اخر صيفطي والكمال على الله. والناس بزاف لا عندهم الكارت فيتال، نعرفهم بزاف. ننتقلوا للاخ امير امين، سلام خويا، بغيت نسقسيك، انا عندي 3 فيج دو بي بصح راني دافع باسبور بالباسبور، قالوا لي تدفع بلاكارت مدرحة. واخا يا اخي خصك تدفع بلاكارت مدرحة، باسبور ما ينفعش باش تدفع، باش تدفع كارت فيتا خاصك تدفع باسبور، ابري قد يطلبك تبولك لاكارت دو ريزيدونس ولا لاكارت مدرحة ولا، وخاصك تروفي جي بي مليحة. اما الثانية اذا طلبوا مني فيزا ما كاين فيزا، راهم يحزنون ما كاينش يطلبوا فيزا. مين تكون تكتب عندك لاكارت مدرحة، يعني جنسية إيطالية ولا جنسية إسبانية ولا بلجيكي، كيفاش عندك فيزا؟ شكون دخلهم فيزا نتايا؟ راك هما جنسية إيطالية بحال نقول لك عندك عشرات السنين، ما يطلبوك لا فيزا لا ميحزنون.
ولا تطلبوا كونترا، كونترا غادي خدام الا عندك كندير حق خدام. الناس نعرفهم من درحا عندهم كونترا صحيحه في جي بي صحاح، عندهم 24 في جي بي، وعندهم كل شيء، عندهم حتى لا كارت ديال لابوس كارت فيزا، عندهم كل شيء مسائل تاعهم. الا طلبوا الكونترا عندهم كونترا، وما نقدرش نمدها سك فيها جنسيه ايطاليه. فيها جنسيه ايطاليه واش خصها تمدها؟ واش خايف منها؟ وما يطلبوش كونتا، يطلبوك تروفيش دو باي صافي. انا قلت نعاود من درحة، والله غير خفت. وما تخافش خويا، والله ما تخاف، والله الناس داوها بزاف. انا هنا فرنسا استفدت حاجه في فرنسا، راه لا كي سوسيال ولا سيكو سوسيال، ماشي داك تفتت الدوله ولا الكوميساريه. انا ما على بالهمش بيك انت، الا دوسير فضو يرفضوه صافي، ماشي ولا ما يخدموش، ما خاطيهم هما يتصلوا بالبوليس عطانا من درحة ولا ما يديوش. كيف انا نمشي دوك الكوميساريه ندير نقولوا نتشكشي لا كارت سيجور ولا كارت كذا، كدير ديكاسيون دو بيرت ديك، حنا خاطرنا ما نديروهاش كاع. روح الانترنت ديك، روح لا بريفيكتور ديال راسك، انا ما ديرهاش كاع عندنا. اما داكشي منقصي مشاكل، ما تزور كاع بحال تزور تاع باش دير لاكار باش تخدم ولا ديك، ماشي حاجه كبيره. انسان يتكل على الله، والله ما يخاف، والله قلت الناس شادين دي بوست دو ترافاي، والله اللي ما تصورش. وانا عارفو كاع شاد في التعليم، في التعليم بريفي جي، هو ديجا خارف البلاد ودير لهم لاكارت ندرح، ودير لهم جاب لهم حتى لي ديبلوم، بس هو قاري هذا اخر راه يخرف في البريفي وهادي، وما عنده لا ورقه لا جوج. انسان ما يخافش يصيفط ويعاود يصيفط، والكمال على الله. واحد السؤال، امير السلام عليكم خويا، الله يحفظك. انا عندي كارت اسبانيا مدرحة، ومشيت العاق عند واحد الانتريم منين داروا رقم سيكو سوسيال، خرج لهم انفاليد خويا، وشي حل شي تفسير الله ينورك. شوف يا اخي، راه شوف انا نعرف الناس هما هنا يخدموا معانا، عندهم جنسيه اسبانيا وايطاليا، فري راه قعدوا عام باش عطاوهم النيمي دو سيكو سوسيال، عندهم 12 فيش دو بي، ما فيهاش نيمي دو سوسيال. الا مشيت انت لي زانتيريم وطلبت خدمه وقال لك عندك نيمي، قول له اون كور جو فيان داريفي، جو سوي اون تران دو فير لي ديمارش، راني ندير لي ديمارش. قلت الناس عندهم خدموا معايا هنا في المكازان، عندهم جنسيه ايطاليه نتاع الصح، وعندهم مسائل، ولكن فيش دو بي باش خرج كارت فيتال راه ضربوا عام، حتى فوق ما طلع لهمش، راه اونكور دانا دوموند فريمون انفاليد. قول وي مسيو، عندي النيميرو انفاليد باسكو مازال ما فاليداوهليش، راه يقعدوا كاين شي بلايص 3 شهور 4 شهور، بصح كاين هنا في سان دوني وفي باري يقعدوا حتى العام. قولوا شو يوم مسيو جو فيان داريفي ديتالي ولا ديسبار سبكا تاع عندك، قول له جو في اون دوموند جو سوي اون كور، ils ont pas traité mon dossier. كون يتريتي وصافي وتخدم عادي. أسامة غابيلي، السلام عليكم خويا، بغيت نسولك، بغيت ندفع لكارت فيتال، عندي كارت سيجور سيزوني 3 مي، عندي كونترا سالات ليا في ديسمبر، عندي ديال 5 فيش دي بي، واش عندي الحق ندفع؟ يا اخي خدقت تدفع اخويا اسامه، انت عندك سيزوني، بصح خدقت تدفع باللي حراق، ما خصك تبين باللي عندك سيزوني، تدفع باللي راك حارق، ما غاديش تدفع باللي سيزوني، غير باسبور وتدفع لهم، فهمت؟ ما خاصكش تدفع لهم باللي راك جيت سيزوني ولا شي حاجه. ومن الاحسن تبدل باسبور، عندك شي باسبور جديد، شي باسبور جديد في قلتي تاع المغرب، تدفع لهم بلي حارق، يعطيو لك الكارت فيتال تاعك، ما كان حتى شي مشكل. الى طلب ابري يطلبوا لك الاخر شي حاجه، عطيهم لكارت مدرحة ولا تاع شي دوله، ولا دفع لهم. وانت تقدر دير لكارت مدرحة تاع فرنسا، لانك داخل فيزا، الى دازا فرنسا يقبلوها لك. والكمال على الله، الانسان ما كاع ما يخافش، يتكل على الله، وكل شيء على الله الكريم. خويا هلاب ابراهيم، خويا انا دفعت كارت فيتال باسبور، ومن بعد رجعوا لي قالوا لي خاص كارت سيجور، دفعت لك كارت مدرحة، ما كان حتى شي مشكل، والله يحلوا لي. لا خويا ما كان حتى شي مشكل، راه الناس قلت لهم يهزوا، ما كان حتى شي مشكل، الناس هزوا بها بزاف كارت فيتال. هما الموظفين تاع السوسيال، والله الا يشيش با كومبروندر، سكان صيفط له هذيك يشدها
ويحطها في الدوسي، واش غادي يصيفط لها بقى فيكتور واش مزوره واش مزور، والله ما يقلب شتوما، والله ما يقلبوا ولا غير تصيفط لهم يكون المسائل هو هذاك، والله ما يقلبوا. السلام عليكم، كاين اللي دفع بلا كارت مدرحه هي ان ريسك با، انا هضرنا داك الشيء ما كان لا ريسك لهم يحزنون، حنا داك الشيء مجربينه وناس دفعنا لهم عمرنا لهم وتكلوا الله وك 90% داو. سلابو تروفيش دو بي خويا، ماشي انفيش دو بي، انفيش دو بي ما دير والو، تروفيش دو بي لابد، خاصك لابد لادريس عندنا ساكن ولا ايبرجمون ولا سكنه ولا واش عندك شي حاجه. مهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنساوش تابونا في القناة وديروا لايك وتبارتاجيو، والسلام عليكم ورحمة الله.